طيب لو نظرنا لزي الرياضيات الإيرانيات للوهلة الأولى، أغلبكم حيتفق أنه في قمة الاحتشام وما في شيء لافت، لكن مع ذلك هذه الملابس اللي شايفينها مسوية ضجة كبيرة في إيران بعد ما وصفت وكالة فارس للأنباء التابعة للحرس الثوري هذا الزي بالرجولي ومزيج من عدم الذوق والاستخفاف بعادات المجتمع. طيب رغم أنه ما في جريمة حقيقية، خلونا نسميها جريمة البنطلون، فالسبب اللي مقوم الدنيا كلها أنهم لابسين بنطلون ضمن هذه الملابس الرسمية، وعلى فكرة حتى الجاكيتات سببت أزمة كمان، والجدل واصل لدرجة أنه صار في تبادل اتهامات بين مسؤولين إيرانيين. فمثلا وزارة الرياضة الإيرانية أخلت مسؤوليتها وقالت أنها ما سمحت باستخدام الملابس لأنه وفقا لقواعدها الملابس الرسمية للرياضيات الإيرانيات بتتكون من جاكيت حتى الركبة أو المانتو زي ما بيسموه وبنطلون وربطة رأس مثل ما هو واضح أمامكم. وعلى فكرة وزارة الرياضة الإيرانية مو بس رفعت يدها من الموضوع، لكن كمان مساعدة وزير الرياضة الإيراني كشفت أنه أتوجه تحذير لرئيس اتحاد الكرة وأيضا رئيس شؤون التربية البدنية في اللجنة الثقافية بالبرلمان الإيراني، وجه أصابع الاتهام لاتحاد الكرة وقال إنه تصميم الزي لا يمكن تبريره أو تجاهله. على العموم من جهة ثانية على السوشيال ميديا الإيرانية الناس مستغربة ويسألوا وين عدم الحشمة، والبعض مستنتج أنه مو بس البنطلون هو الجريمة، لكن أيضا اللي تسبب في احتجاج المتشددين هو فيديو لغناء جماعي لبعض اللاعبات في المطار نشروا قبل توجههم للعاصمة الأوزبكية تشقند للمشاركة في تصفيات كأس آسيا. ونكمل في إيران، من المعروف أن الهاشتاجات بتستخدم لزيادة التفاعل، لكن بعض الأحيان الهاشتاج ممكن يختصر كلمة أو شعور أو حتى يعبر لانتماء معين. اللي قصدي أقوله أنه استخدام الهاشتاج بالغلط مكلف، خاصة لو جهة كبيرة أخطأت استخدامه، زي مثلا وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري اللي حاليا داخلة في دوامة جدل بعد ما نشر حسابها على تويتر تصريحات للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لكن الوكالة هاشتاجتها برئيسي جلاد 88، هو هاشتاج مستخدم من قبل نشطاء ومعارضين لرئيسي وبيتهموه بالتورط في إعدام آلاف المعارضين فيما يعرف بمجزرة عام 88. طبعا الوكالة بعدين حذفت التغريدة لأنه على ما يبدو أنه الهاشتاج كان ترندنج في اللحظة اللي نشرته فيها، وقام اللي بيكتب التغريدة وهو بهاشتاج اسم الرئيس أخذ الهاشتاج بالغلط.